بس كل اليوم مش متعلمه مش نظفه اسنانه باقي في البيت، ولا مش ركز معانا مش نظفه هديه، مش نظفه فرشاه اسنان، ومش نظفه معجون اسنان ولا باقي. شكون ينظف اسنانه في الدار؟ يا فايز قداش من مره تنظفوا اسنانكم في البيت؟ قداش من مره؟ عشرة. هذا قال عشرة مرات. يا تبارك الله. نظفوا صحيح، نظفوا أسنانا في اليوم ثلاثة مرات. مرة في الصباح قبل ما نخرجوا، بعد ما نفطروا فطور الصباح قبل ما نمشوا للمدرسة. مش من دوب ما نقوموا نظفوا أسنانا وبعد نفطروا ونخرجوا، لا. لازم نفطروا وبعد نظفوا أسنانا نمشي نقرأ. وهذا ومن بعد كي نروحوا في نصف النهار، بعد الفطور، بعد ما نفطروا نظفوا أسنانا. وفي الليل صحيح، وفي الليل بعد ما نتعشاو قبل ما نرقدوا نظفوا اسنان. واضح؟ كيفاش تنظف اسنانك؟ ترى وريني. شفتوا هو كيفاش ينظف اسنانه؟ غلط. هكا ما عادش نعملوا هكا، ركزوا معايا كلها. هكا لا، هكا يتهلكوا اسنانه يفسدوا. واضح؟ الطريقه دي غلطه، ما نعملوش بها. الطريقه الصحيحه لتنظيف الاسنان هكا، نبداو من اللحمه، من اللحم ونهض. شفتوا الناس كلها؟ ندوروا عليهم الكل بطريقه هذه، اسناننا الكل ودروسنا الكل بطريقه هذه، باللوطه نعملوا هكا ونطلعوا. واضح؟ فهمنا الناس كلها؟ ومن بعد في الاخر الدروس نتاعنا نعملوا لهم هكا. علاش لازمنا نطفوا اسناننا ديما؟ باش ما يجيناش؟ السوس. يجينا سوس نخسروا اسناننا، لازمنا نفهم ثلاث مرات في اليوم كيما وريتكم باش ما يتعلمش السوس. واضح ولا لا؟ واضح. شكون يوريني كيفاش تعلم توا؟ وريني كيفاش باش تولي تنظف اسنانك. كيما وريتك. يلا. ما يصيرش حتى بالغلط فرات ورينا تنصلحوا. الغلط ما يصيرش وريني. انت وريني كيما تعمل انت. ولا ترى ورينا في الدار كيفاش تغسل سنيك في الفم هذاك ترى. شفت انا كيفاش علمتك قلت لك هكا. شفت. وريني كيفاش تغسل ترى. ترى عاودت كيما وريتك توا كيما في العاده. صحيح الكل نعملوا هكاك. ومن لوطه كيفاش؟ صحيح هذيك. برافو. فهمنا نوليو نحطوا هكا اسنانك في الدار. باهي شكون اخر يوريني؟ يعني تراه وريني انت كيفاش تعلمت توا؟ من اللحم، من اللحم ومن لوطه على الكل. في الاخر نعملوا هكا وهذوما نعملوا هكا. واضح؟ هذه هي الطريقة الوحيدة اللي نطفو بها. شكون يوريني؟ صحيت ومن نوطة. صحيت الأسنان الكل نعملوهم بالطريقة هذه. باهية باهية. يظهر لي فهمنا الناس الكل كيفاش نعملوا أسناننا ولا كيفاش نطفو. وريني صحيت ومن فوق. أما نعملوهم الكل تبعك تبعك. فهمنا؟ باهي. تو باش نشوفوا شكون اللي عنده سوس في اسنانه. باهي. هذا ياخذ له اسمه كاترة عنده جست كعبة برشا. شو اسمه؟ أيوب. شنيا؟ أيوب شنيا ستي؟ منيرة بن علي. بن علي. مناري. هذه كيف خذ لها نزيهة رواء هذه؟ شو اسمك أنت؟ سيدة شنيا؟ نشوف صحيح. أنت شنو اسمك؟ ياخذ شكون؟ عظام عظام وانت شنو اسمك؟ ليس عظام طروق.
حلة كبير. هو شكون نحاهم لك سمين؟ شكون نحاهم لك؟ خالك نحاهم لك؟ خالتك خالتك. علاش نحي لك فيهم؟ راه ملاك سنة أولى طاحوا. طبيبة خالتك؟ مالا وحدها تنحي كيكا؟ نجيو للطبيب نحيو أسنان باهي؟ مش وحدنا في الدار، ما تخليش حتى حد ينحي لك في الدار باهي؟ حلا. خذ اسمه ليه كاتر؟ شو اسمه؟ عمر شنو؟ عواد عواد عوان 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 اي شو اسمك؟ شو اسمك؟ انتوا ما شفتوش مازلنا؟ اي اما تفكروا جيبوا لي تقريبا مره لسريكا جيبوه هو ولا ماهوش اجنبي ماهوش اجنبي ولا ماهوش اجنبي في محمد تيم لقبه شنو هو بوزيد قيد من زيها كاتره حلنا لازم ابارك له عندنا فرشاة أسنان ومعجون أسنان مش ننقل بها الأسنان هذه العود هذه غير هذه العود هذه غير هذه